الزيت الذي سوف تبيعه بمدة صلاحية ثلاث سنوات سوف يتعفن خلال ثلاث اسابيع لا اكثر هل تعلم لماذا؟ لكونك وضعت قطعة الخبز فيه وبملامسة قطعة الخبز للزيت ستجعله يتعفن في اسرع وقت لكون قطعة الخبز تحتوي على الدقيق والخميرة والذي هو مصدر رئيسيا لنمو العفن. العلك لم تقرأ في علوم الابتدائية عن عفن الخبز اقرأ طور نفسك وثقف نفسك يا اخي ثانيا الكفوف او الجوانتي لا تكلف بضعة مليمات البس كفوف يا اخي حفاظا على صحة الناس وعلى جودة المنتج الذي تبيعه كي تكون صادقا في عملك كي تحافظ على النظافة وصحة الناس كسبت من خلال هذا الفيديو بضعة مشاهدات واعجابات لكن خسرت ضميرك خسرت صدقك ومصداقيتك وامانتك مع الناس وسوف تخسر سمعتك عندما يكتشفون الغش الموجود في الزيت الذي تبيعه يكفي ردود الناس العاقلة على هذا الفيديو الذي قمت بتصويره ردود منطقية للغاية وتستحق كل الاحترام لكن كذبتك هي ان الزيت الذي تصنعه في هذا المصنع الكبير تستخدمه استخداما شخصيا ولا تبيعه اي كذبه هذه هذا المصنع بكامله وكبره والعمال الذين فيه كله تستخدمه استخداما شخصيا هل تتحمم بالزيت أم ماذا هذا الزيت يكفي لبلد كاملا على من تضحك هنالك شيء اسمه ضمير قد انعدم لدى الكثيرين للأسف متى يعود هذا الضمير ويعمل تحياتي ومحبتي كان معكم بشير من قناة الحياة مختلف محاورة مع بشار على اليوتيوب Life, على التيك توك بشير بيرو العربية على الفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي أراكم في فيديو قادم تحياتي